صلوا 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 على رسول الله. هذا الطفل يعيش مع أمه الحنونة، تقوم بإيقاظه كل يوم إلى المدرسة. كل يوم تقوم بتجهيز أغراضه المدرسية. وبيوم من الأيام كان عند الطفل اختبار، فجهزت الأم كامل أغراض طفلها، ولكن الطفل عندما وضع أغراضه في الحقيبة لم ينتبه بأنه قد أسقط القلم، وخرجت الأم لكي توصل طفلها إلى المدرسة. وعندما ركبت في الباص لم يكن إلا كرسي واحد فارغ، أجلست طفلها وظلت هي واقفة. عندما دخلت الأم المنزل وجدت القلم، وشعرت بالخوف على طفلها في الاختبار. خرجت من البيت مسرعة ولم تجد وسيلة مواصلات، فظلت تركض وتركض في الطريق للمدرسة. ووجدت الباص فركبت عند الباب. وبعدها وصلت الأم إلى المدرسة وأعطت المعلمة القلم وقالت لها أعطيه لابني من فضلك. وبعدها ذهبت وباعت عقدها لكي تشتري حذاء لطفلها وبعض اللوازم المدرسية. يا الله، الأم هي التي تعطي ولا تنتظر من أجل أن تأخذ من أجل العطاء. الآن عزيزي قل الحمد لله مهما كانت حالتك، وشارك هذه القصة مع الجميع لكي تعم الفائدة.